أهلا بكم معنا في أبواب القرآن، رحلة يصطحبنا فيها الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر. أهلا بحضرتك يا أهلا دكتور. وسهلا بحضرتك. يمكن النهاردة الموضوع يعني مختلف شوي، طرقنا بابه في حلقات ماضية لما كنا بنتكلم على أنه بعض المفسرين بيخرج النص القرآني ويضعه في غير بابه، وتحديدا لما اتكلمنا عن لهو الحديث، نعم، فالبعض بيقول انه لهو الحديث ده هو الغناء الغناء ويحرمه. ثم انصرف هذا الحكم على كل ما يتعلق بالفنون. بتتكلم عن السينما، بتتكلم عن المسرح، بتتكلم عن الفن التشكيلي، بتتكلم عن الغناء. واصبح هناك حالة يمكن من العداء بين كل من يعني يمتهن الفن أو من له في الفن أو من له في الإبداع، حالة من الخصام والعداء بينه وبين الدين. ما الذي تقول لنا في هذه القضية انطلاقا من القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، كما قلنا أكثر من مرة، الدين جاء يلبي حاجة الإنسان. الإنسان ليس مادة فقط، الإنسان روح ومادة، الإنسان مجموعة من العواطف والمشاعر والأحاسيس. ولذلك لما أرجع للقرآن الكريم أجد أن القرآن مرة يخاطب العقل، ومرات يخاطب المشاعر والأحاسيس، واللغة كما يقولون أمام المشاعر والأحاسيس عاجزة، وذلك يقولون المعاني أكبر بكثير من اللغة. أو من المباني. نعم، الأحاسيس والمشاعر أكبر بكثير من اللغة. يعني مثلا أنت تجد ساعات إنه الست بتجوز بنتها، موطن فرح، تبكي. تجد واحد جاي من السفر أمه لا تملك أي كلام إلا أنها تبكي. ما البكاء هذا؟ قالوا هذا يكمل عجز اللغة. فقالوا الاستعارات في البلاغة، الكنايات، المجازات، لاستكمال عجز اللغة. لو واحد أراد أن يعبر لزوجته عن حبه، الحب مجموعة من الأحاسيس والمشاعر، كم كلمة يمكن أن يستخدمها؟ 3 4 5 كلمات، ثم تقف اللغة عاجزة. فالمهم إنه المجاز، الاستعارة، البكاء، لاستكمال النقص الذي يعتري الحقائق اللغوية. ومن ثم بعض العلماء يقول وكذلك الموسيقى الموسيقى. جاءت تكمل عجز اللغة. زي ساعات انت تبقى بتسمع موسيقى، مشاعرك كلها بتتحرك، وتجد انك في حالة انبساط او في حالة بكاء او في حالة فرح او في حالة حزن. فانا اذا قلت باطلاق ان الموسيقى حرام والاغاني حرام والفن حرام عموما، إذن كيف أنا ألبي احتياجات الإنسان الداخلية؟ والإسلام هو الذي عقد صلحا في تاريخ الفلسفة بين الروح والجسد. هناك فلسفات أعطت للجسد ما يريد، وهناك فلسفات روحية أفرطت في ما يطلب أفرطت، يعني. وهناك فلسفات أفرطت في عالم الأرواح. الإسلام لا، الإسلام جاء وسط، انه يعطي الجسد ما يستحق حقه من مأكل، من مشرب، من نظافه، من كذا، وان يعطي الروح ايضا ما تستحقه، او يعطي الروح غذائها ايضا من الذكر، من الحب، من الفرح، من السرور، من الى اخره، لان الروح اصلا حبيسه في الجسد. يعني الروح منذ هبطت من الله، كما يقول ابن سينا، هبطت إليك من المحل الأرفعي وسكنت في الجسد، اتسجنت. هي دائما في حنان وتحنان وشوق أن تعود إلى الله. الروح عايزة تخرج تخرج من سجنها. طبعا، رغم المعاصي. يعني رغم المعاصي، لأن الروح تحب أن تنطلق.